دائما قصص الأطفال الكبار بيقدروا ياخدوا عبرة منها مثل الفاب يعني بيقدروا دائما فيها عبرة كبير صغير. إلا المعرض هيدا معرض هني أطفال مش لعب. من فكرة قصة الأطفال بيتر and the magic thread هل بيكون هو طفل كتير بيحب إنه الوقت يمرق بسرعة وبعدين كان نايم وإجت وحدة ماجيشن قالت له أعطته كبكوب ماجيك وقالت له كل ما بتكر الخيط بيمرق الزمن فأخذ وصار يكر وراحت حياته كلها هو عم بيكر لحاله ختيار ومرق الزمن وبعدين رجعت له هذه الساحرة أو الويتش وقالت له شو بتريد قال لا أرجع طفل وفعلا رجعته طفل فهي فكرة الزمن ففي كتير خيطان بأي شكل كان باللوح وهني مثل ما قلت لك أطفال مش دولز هو منه سياسي منه سياسي اجتماعي ممكن إنساني أكتر هو لما الخيط اللي هو أنا رمز الزمن هون مش رمز الربط بس الزمن بيربط بالآخر نحن بنلعب بالزمن يعني بقلب الزمن نحن بقلبه للزمن وعنا مساحة لعب فما بعرف أنا بحسها كتير فيها هارموني وبعدين هي في ديك وجاجات يمكن شوي فيها فكر سوسيوبوليتيك هي كم شديك ووقفة مع وقفة حاجبة عن الجاجات يعني عرفتي كيف فهي شوي وفيها كمان العصافير الكبيرة يعني الكومبوزيشن تبع أهم شغلة فيها هي ربطة الديك وطالع نصه برا هلي عرفتي والباقي شو أحرار مرتاحين